قصيدة ما شفتك بعيني بس شفتك بروحي. سين حدثني شلون انكتبت هاي القصيدة، شلون قرأتها، شلون قدرت تقرأها، حدثني عن عن القصيدة بشكل خاص. بالبداية الموضوع طبعا كان واجهنا بالحسين الموسم الثاني، كانت المرحلة الثالثة حقيقة، كانت في وقتها الأصوات موجودة والطاقات جدا عالية، يعني حقيقة ترفع لها القبعة الطاقات اللي كانت موجودة، قلت لك كلش قوية. ف احنا كنا يعني فريق الإمام القاسم عليه السلام وفرق يعني تتنافس كأنه تمام، وفريق عليه الأكبر. فاجى منه اجى شاعر القصيدة، تحياتي إليه، أكني له كل الاحترام، أبو كميل أستاذنا كرار حسين الكربلائي، تحياتنا إليه. فاجى هو قال لي يعني هو قال لي راح أكتب لك قصيدة على موضوعك أنت. زين. فقلت له روح باشا. زين. أكتب. فكتب، لما كتب طبعا مستهل ونص القصيدة عجبني جدا تقدر الحمد تقرأ لله. لنا، تقدر تقرأ لنا منه شيء حسين؟ جاهز تقدر؟ إن شاء الله إن شاء الله أقدر. طبعا القصيدة من الحان الملا أحمد الفتاوي الملا علي الوائلي، من أروع ما رأيت. قرأ لنا شيء منها. تحياتنا لهم. أي خادم. خادم الحسين. ما شفتك بعيني بس شفتك بروحي، واهب لك سنيني يا أكبر جروحي، والشافك بروحه بعد شي سوي بعيونه، والشافك بروحه بعد شي سوي بعيونه، يا نغار روحي ما عطش والماي يمك عطشان، مش انا الاعمى سيدي الماي خدمونك عميان، الماي خدمونك عميان، يا بعد عيون انت العلى الفطرة خدمته، ضوى وبإحساس شفته شميل